شيخ انا عندي سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال الاول لما انا ادخل اصلي فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. جعلنا الله من أتباعه وحزبه وجنده وأحبابه وأنصاره المفلحين في الدنيا والآخرة. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته ويزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين رب العالمين. وبعد، الإخوة والأخوات المشاهدون والمستمعون جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومتعكم الله بالصحة والعافية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من ديوان الإفتاء على قناة طيبة الفضائية وعبر الإذاعة الطيبة 103 FM. أيها الإخوة والأخوات، نسعد كثيرا بتواصلكم واتصالكم، نسعد كثيرا بمشاركاتكم بهواتفكم، وأرقام التواصل تظهر أمامكم على الشاشة. الإخوة والأخوات الذين يتابعون سماعا عبر الأثير الإذاعي إذاعة الطيبة، نذكرهم بالأرقام 183-34-87-99 أو 183-40-77-77. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. مرحبا والله، عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، يا مرحب بك الدكتور محمد أمين إسماعيل. يا مرحبا، أهلا وسهلا. مرحبا. عليكم السلام. وعليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ الدكتور محمد الأمين إسماعيل، التحية ليك ولكل الجماعة العامة في ساعة الطيبة وقناة الطيبة الطيبة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد القادر إبراهيم شلعي من الشلعاب، لك التحية ولجميع الأهل بحطاب والآدماب والسمرة. بارك الله فيك، جزاك الله خير. الله يحييك، أهلا وسهلا ومرحبا. قبل الأسئلة تقبل تحيات أخونا الجار العزيز الطيب الغالي. الطيب الغالي. نعم نعم. مرحب والله، أهلا وسهلا، يا مرحب بي والله ومرحب بيك، تفضل. السؤال الأول يا شيخنا. يا مرحب والله، أهلا وسهلا يا أخي. الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير. أيوة. واحد سنة غير مؤكدة. دارين نعرف الحكم الصحيح شنو الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير. كيف سنة غير مؤكدة؟ ما هي إما سنة مؤكدة كما ذهب إلى ذلك إلى هذا المالكية والحنفية، وإما أن تكون ورواية عن الحنابلة، وإما أن تكون ركن من أركان الصلاة كما ذهب إلى ذلك الشافعي، وإما أن تكون واجب كما ذهب إلى ذلك الحنابلة. أي حدود أنا غشنا قلنا له في ناس بروا أن الصلاة الإبراهيمية في التشهد الوسط ده من السنن أو الواجبات في الوسط. في الوسط نعم، في الوسط نعم. يعني هو كيف تكون غير مؤكدة في الأخير. نعم نعم، أيوة، لك كلام ما صحيح. طيب السؤال الثاني. أيوة. السقط الجنين اللي يطلع ميت، إذا كان تم ولا ما تم عليه صلاة ولا ما عليه صلاة؟ إذا تم عليه وإذا ما تم ما عليه. السؤال الثالث والأخير. أيوة. برضو النتائج بتاعت الأساس بعد ما ظهرت النتائج، في ناس بيسقطوا من النتيجة وشكلوا الأولاد وما عارف، هل أداء من الله وقدره الزول بعد النتيجة دي إذا كان جاب نجاح أو جاب فشل، المطلوب منه شنو يعني؟ أيوة. بارك الله فيك، جزاك الله خير دكتور. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. عبد القادر إبراهيم شلعي من الشلعاب، شكرا. يا مرحبا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدكتور محمد الأمين إسماعيل، معاذ يونس لون، مدينة النهود. يا مرحبا والله يونس لون من مدينة النهود، مرحب بك. الله يديك العافية. إن شاء الله جاهز مع الطير الرحمن، إن شاء الله جاهزين يا جماعة، نبيت النية من حقي. لرمضان؟ نبيت النية، كان الله سبق المنية، إن شاء الله نقبل أجر قدامنا إن شاء الله.
والله يا اخي ربنا يبلغنا رمضان يا رب العالمين ويعيننا فيه على الصيام والقيام. الله يعينك ودعواتنا معاك، ربنا يديك لنا العافيه ان شاء الله. ربنا يديك العافيه، يديك العافيه، اهلا وسهلا. يديك العافيه ان شاء الله. اتفضل اتفضل. يلا دكتور محمد امين اسماعيل، ولله تعالى من كان منكم مريضا او على سفر. يلا يا دكتور علي، في ناس واحد بيقول لك انا مسافر بفطر قبل ما يسافر يعني. ايوه. يلا مو الطبيب يوضحها للناس. والسؤال الثاني، السؤال الثاني يا دكتور محمد امين اسماعيل، بالنسبه للزكاه، هل انه مصارف الزكاه دي توظيفيه ولا الناس ممكن يعدلوا فيها؟ يعني شايف الناس بيقولوا يعني يقول لك ميكروفون جامع او فرد جامع، هل انه يقولوا الزكاه ممكن يتوضع ميكروفون او فرد للجامع، ولا المصارف اللي وردت في القران الكريم الواضحه؟ ايوه. والسؤال الثالث يا دكتور محمد امين اسماعيل، ما شاء الله الاطفال بجوا المساجد ومحترمين جدا، لكن هنالك اناس متخصصين بضربوا العيال دي من المساجد، يعني انا قبل رساله هؤلاء الناس يرحم الناس، ونحن عارفين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المنبر وجا خاش في الحسن، والرسول صلى الله عليه وسلم بجا الغزو جا نازل من المنبر. عليه الصلاه والسلام. احنا وقد نجد المطر نحتاج لهم ونهتم بهم، وقد يحب يجوا الجامع. مفروض انا قبل رساله لهؤلاء الناس لا حول ولا قوه الا بالله. يديك العافية، شكرا جزيلا، شكرا. الو. يا مرحبا يا اختي، تفضلي ام سلمة. تفضلي يا اختي. ايوه عليكم السلام، مرحب بيكي. انا عندي عصافير في البيت، ربيتهم صح تربيتي؟ ايوه. يعني بستفيد مني نبيع؟ لا لا كويس. هذا بيقولوا العصافير ما يحبسوهم لانهم بيسبحها. لا لا انت مش موفره لهم الاكل والشراب؟ اي اي. وازواج ازواج المويه والاكل والشراب، وهم ازواج ازواج بيلدوا يعني بيضوا؟ اي. لا لا ما في عوية عوجتها ان شاء الله. ان شاء الله. يديك العافيه، يديك العافيه، شكرا جزيلا، شكرا. يا مرحبا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. مرحبا بك يا أختي. تفضلي تفضلي. عايزة تفسير الآية، ويمكرون وينكر الله والله خير الماكرين. أيوه. كيف يكون مكر الله؟ السؤال الثاني. أيوه. إذا الواحد كان في صلاة مثلا رباعية وشك إنه مدرس. ثلاثة وانت زدت ثاني رجعة. هل عليك في جسره؟ ايوه نعم. السؤال الثالث، بالنسبة للمرأة، بالنسبة للصيام، بالنسبة لشنو؟ للمرأة، هل بالنسبة للصيام؟ بالنسبة للمرأة في الصيام؟ ايوه. ماذا؟ بالنسبة مثلا والله يا اختي معليش يا اخي، السؤال ما واضح والله. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا اختي، اديكي العافية، شكرا جزيلا. يا مرحبا يا اختي، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله من ميزان الحسنات. يا مرحبا بك، اهلا وسهلا يا اختي، تفضلي. بسأل عن الأحرف السبعة اللي فيها القرآن، هي نفسها القراءات السبعة؟ سؤال ثاني. أيوة. يقول تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، هو شنو متاع الغرور؟ أيوة. آخر سؤال يا شيخنا. آه، هل ورد يعني حاجة ثابتة كده عن فضل الصور، فضل صورة على إبرة؟ ايوه. وجزاك الله خيرا. وعليكم السلام، شكرا جزاك الله خير. يا شيخ محمد عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا مرحب بك. تحيه لك الشيخ الدكتور محمد الامين اسماعيل، وتحيه لي ابو نطيق والاذاعه. يا مرحبا، اهلا وسهلا، ومرحبا، اهلا وسهلا، عليكم السلام. يا سلام يا اخي يا محمد عصام، يا ريت ترجع مره اخرى. عليكم السلام، مرحب بك، اهلا وسهلا ومرحبا يا شيخ محمد سليمان. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك يا شيخ. الله يحييك.
نعم. عندي حساب توفير، عندي حساب توفير في البنك وجاتني ارباح، يعني ما وديعة استثمارية، حساب توفير عادي. نعم يا اخي الكريم. عندي حساب توفير في البنك، حساب توفير. جميل جميل، حساب توفير في البنك. ايوه جاتني ارباح كده شهر اثنين، قالوا كل شهر اثنين بتجي ارباح للناس. طيب. ما وديعة استثمارية ولا حساب جاري، حساب توفير عادي. ايوه انت موقع معهم على الربح والخساره؟ والله انا لما جيت عملت معهم العقد ده كده بس قالوا لي بالاسم والاسم رباعي، لكن ما قالوا لي كده ولا كده، بس ده الكلام اللي قالوا لي. ايوه كده راجعهم ان شاء الله واسالهم من الارباح. سالتهم ولا ما سالتهم؟ ما سالتهم والله. عندي ارباح خاطيها بعيد، ما اعرف اوديها وين يعني. وهم قالوا لك دي ارباح ولا بس انت لقيت القروش زايده؟ لا قال لي ارباح، وانا عارف انه قروش كان جيت قال لي 500 ساعتهم، قال لي دي ارباح اصلا بتجي كل شهر اثنين من كل سنه. ايوه. شكرا يا اخي الكريم، شكرا جزيلا. ابو مديم ولا مديان؟ ابو مديان. ابو مديان مرحبا والله. اهلا وسهلا ومرحبا، يا مرحب بك. كيف الحال؟ الله يحييك يا اخي. عندي سؤالين يا اخي. اي تفضل. السؤال الاول، اذا اختلف في فتوى، اختلف كم شيخ مثلا؟ واحد قال الفتوى دي صح، الحاجه دي جائزه مثلا، والحاجه دي غير جائزه. الحكم فيها مثلا اذا اتجهت لشيخ معين. طيب. الحاجه دي جائزه. طيب. الحكم فيها شنو مثلا؟ طيب. واضح. سؤالك الثاني. تمام. السؤال الثاني، الام حتى اذا التعاون معها بقى صعب، انصحني يا شيخ كيف يعني التعاون معها؟ اللي هي منو؟ الام. الام ذاتها؟ التعاون مع الام، التعامل حسن كيف يعني؟ الام فيها شيء من الغلظه والشده كده ولا كبرت في السن ولا كيف؟ لا لا شيء غير، لكن بحس بان تتعامل معي بقسوه كده. معليش معليش، تتحمل تستحمل. واجرك كبير جدا عند الله ان شاء الله. حاضر يا شيخ، يديك العافيه. مرحبا يا اختي الكريمه، تفضلي. اهلا وسهلا، مرحب بيكي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دي سؤالين يا شيخ محمد الأمين. السؤال الأول، أنا كنت في الغرفة هي، يلا أثناء ما أنا بصلي لقيت السجود الوسط. أثناء ما أنت بتصلي حصل شنو؟ لقيت السجود الوسط، وبعد ما وقفت تذكرت إني أنا ما سجدت السجود الوسط. نسيتي جلوس الوسط؟ أيوه الجلوس، أيوه الجلوس الوسط نسيت. يعني من الرقعة الثانية طوالي قمت للرقعة الثالثة؟ ايوه صحيح، ما جلست للجلوس الوسط. طيب جميل. ها الصلاة كنت بعرفي سجدتها ونسيت برضه، ما سجدت سجدتها وما عرفت علي شنو. اها وتذكرتي متين؟ والله وقت طويل بعد الصلاة. يعني بعد مسافات طويلة جدا يعني؟ طويلة والله يا شيخ. بعد ساعة كده يعني. ساعتين؟ ساعتين ايوه زيادة جاهزة. واتذكرك شنو؟ يعني ده ذاته كلام غريب يا اختي والله. ما هو اصلا كان عطر لما جيت المغرب كنت اتذكرتها يعني، بس ما اثناء ما وقفت كده اتذكرت غير من العطر ما فيك سجدته. وما احتمال جلست الجلوس وسط وانت نسيتي انك جلست الجلوس وسط؟ لا ما انا تاكدت تماما، ما هو اصلا قبل انا لما جلست الجلوس الوسط كنت خدت في بالي اني ما اسجد، بس جات حاجه شغلتني اني اسجد الجلوس الثاني، الجلوس الثاني وبعد السلام او قبل انا فجأة حاجة زعلتني ما سجدت فيه. أيوه ده السؤال الثاني برضه يا شيخ محمد الأمين، نحن بنجد في يعني قصص للأنبياء، الواحد في التلفزيون بيكون عاملين مسلسل كيف؟ حتى بيكون زي المسلسلات دي يعني، بتكون مثلا مسلسلات دينية جايبين فيها الأنبياء يعني بيحكوا قصة النبي مثلا زي القصة دي وزي نص الضيق وما عارف شنو، قلت لهم الحاجة دي حرام، قالوا ما حرام، ده يعني الحكم هذه. أيوه جزاكم الله خير. الله يبارك فيك، شكرا شكرا يا اختي. عليكم السلام يا اخي الكريم. معك هاشم، هاشم صالح محمد احمد. هاشم علي؟ هاشم طارق محمد احمد. هاشم طارق محمد احمد، مرحبا والله يا هاشم طارق محمد احمد. يا هاشم طارق ولا هاشم صالح يا هاشم؟ هاشم صالح، هاشم صالح. هاشم صالح مرحب بك والله.
تفضل. شيخ محمد اللمين كيف تمام؟ اهلا وسهلا ومرحب بك والله. اهلا وسهلا. خير والله. الله يحييك. شيخ محمد اللمين يا اخي والله عندي زوجتي قدري ما تمش بيتهم ما بتجي راجع بسهوله الا بعد هنا وحتى نهاية ابد ما تجي بيتها. ايوه. وانا قصدي قبل ايام كده غربت لي وقامت قالت لي انا بس اديني الورقه بتاعي. وقمت اتصلت لاهلها هذول هنا قمت قلت لهم البنت قالت كده. طيب. وانا عند منها بنت ولد. طيب. اها حسي مرة فاتت مشيت قعدت معاهم 9 شهور في كسر. طيب. التسع شهور بعد التسع شهور قلت لها رحنا انت فين؟ قامت قالت لي انا ما ماشي. والبنت يتيمه ابو وام الاثنين. وانا كله بتضيع كده شايفها بتضيع مستقبل اولادي بيقروا هنا في القضاري فينا. انت بيتك منها سفر يعني ولا انت في كسل نفسها؟ انا في القضاري وهي في كسل. ايوه. المفروض تكون معاك في المكان اللي انت بتحدده انت. ايوه. وانا حتى حاليا بتصير كان بتقرا هنا والله كان جات لما جات الاولى وهنا كده ضيعت مستقبل اولادي. الله المستعان. وطيب وليه منو هي قلت لي هي ابوها متوفى؟ انا وعندها جده ولكن هي بنت يتيمه يتيمه ابو وام الاثنين. المسؤول منها منو؟ جده يعني؟ جده وخيلانه. جده وخيلانه؟ اي. ورايهم شنو لما تتكلم معاهم؟ والله لما قلت لهم هنا قام قال لي نحن والله خال واحد قام قال لي يا اخي انا والله ما بتدخل بيناتهم. وجده الليله امشي بيتها. ايوه. طيب يديك العافية يا أخي، ربنا يصلح الحال يا هاشم يا أخي. ورحمة الله. عليكم السلام. كيف تمام؟ الحمد لله يا أختي الكريمة، تفضلي مرحب بك. معي فاطمة موسى. مرحب والله فاطمة موسى، تفضلي. أنا بسأل عن الثلث الأخير، يعني الثلث الأخير ده أعرف بالضبط الساعة كم؟ أيوه. ان شاء الله. والسؤال الثاني لا اعرف يعني لو البيت عنده عذر ممكن تسبح بالسبحه؟ ايوه. ايوه داير اعرف برضه الاغاني قالوا حرام داير اعرفها. ايوه. ما تكفي حاجه؟ طيب. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أيها الإخوة والأخوات، نحن أخذنا قدر من الأسئلة، إن شاء الله تعالى نأخذ الفاصل ونرجع بعده بإذن الله، ابقوا معنا بارك الله فيكم. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نحن نستعين بالله جل جلاله، نستعين بالله عز وجل بحول الله وقوته وعون الله وتوفيقه وإذن الله ومشيئته في الإجابة على الأسئلة. والأخ الكريم الأخ عبد القادر إبراهيم شلعي من الشلعاب، وله التحية، وللأخ الطيب الغالي من الشلعاب، يسأل عن حكم الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير. هي الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير اختلف أهل العلم فيها على أقوال، فذهب قوم إلى ركنيتها واعتبروها ركنا من أركان الصلاة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى ورواية عن الحنابلة، يعني ركن إذا تركها خلاص بطلت الصلاة. وقال الشافعي في ذلك نظما قال: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم الفضل والإحسان أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له.
وذهب قوم إلى أنها واجب من واجبات الصلاة، وهذا مذهب الحنابلة أو رواية عن الحنابلة رحمه الله تعالى. وذهب قوم إلى أنها سنة مؤكدة من سنن الصلاة، وهذا عند المالكية وعند الحنفية ورواية أخرى عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وحتى أنها سنة مؤكدة عندهم، من تركها وجب عليه سجود السهو. يعني دي حتى عند المالكية بقول لك دي الحالة الوحيدة اللي بيكون فيها النقص والسجود، والسجود بعده، لأنه أصلا ما حيتدارك بالسجود، ما هو حيسلم، لو أنه لو يتذكر قبل ما يسلم حيقرأ بدل ما يسجد سجود السهو. فإذا عندهم النقص اللي بيكون عليه سجود بعد الصلاة الإبراهيمية. والله تعالى أعلم، يعني هي من آكد السنن، والعلم عند الله تعالى، والصلاة صحيحة. يسأل الأخ عبد القادر، قال الجنين إذا سقط من بطن أمه هل يصلى عليه أم لا؟ الجنين يختلف من إنه هل أكمل نفخ الروح، جاء فيه نفخ الروح يعني 4 أشهر و10، ولا دون ذلك. فإن كان دون ذلك فهذا ما فيه صلاة، ما في حاجة. وإن كان بعد الأربعة أشهر 120 يوم بعد ذلك يصلى عليه، يسمى كمان، يعني نقول نديه اسم، ده اسمه فلان، ويصلى عليه. وهذا صحيح من أقوال أهل العلم. أما عند مالك رحمه الله تعالى لا يصلى عليه إلا إذا استهل صارخا، اكتمل تماما ولدوه بعد ذاك مات، والله أعلم. قال بعض الآباء والأمهات يتسخطوا من نتيجة الأبناء والبنات، وربما شاكلوهم وزجروهم وكذا. الحقيقة يعني هي دي مسألة تربوية أكثر من أنها مسألة فتوى يعني. وعلى كل حال يعني دائما أهل الاختصاص بيقولوا معاملة مراعاة الجانب النفسي للطفل اللي هو التلميذ أو التلميذة، خاصة في هذه السن المبكرة، مهم جدا يعني. لكن كثرة التأنيب وكثرة التوبيخ وكثرة يعني تؤدي لنتائج عكسية، خاصة انه يكون يعني ده غاية ما عنده، غاية ما في وسعه، وربما نغرس فيه انه انسان بليد وانه انسان فاشل وكده، تأثر في حياته بعد ذلك، والله تعالى اعلم. فما ينبغي، وربنا يوفق وينجح ابناءنا وبناتنا جميعا ان شاء الله. اخونا يونس لون من النهود يسأل عن قول الله تعالى من كان منكم مريضا أو على سفر، في الآية الأخرى من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بيسأل عن السفر الإباحة في الفطر، قال بعض الناس طالما هو مسافر يبدأ بالفطر قبل أن يتحرك. نعم ورد ذلك عن بعض، في بعض الآثار عن بعض الصحابة، لكن ما عليه الأكثرون من أهل العلم أن الإنسان لا يشرع في الفطر يا أخواننا إلا إذا شرع في السفر، أو لا يفطر إلا إذا شرع في السفر. ولعل هذا هو الصحيح، والله تعالى أعلم، لا سيما مع ظاهر قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على 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 على، يعني متلبس بالسفر. ولفعل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام كان في أغلب أحواله في السفر يصوم، لكن حتى لما ورد أنه أفطر عليه الصلاة والسلام ذلك بعد الشروع في السفر، والله أعلم. وهذا عليه المذاهب الأربع. أخونا يسأل عن المصارف، مصارف الزكاة توقيفية؟ طبعا توقيفية يا أخي الكريم إجماعا. بعد ذلك بيجي خلاف في تعريف بعض المصارف، يعني هي الثمانية المذكورة في سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. ألا مثلا تجد خلاف مثلا في المؤلفة قلوبهم، هل لابد أن يكونوا أسلموا حدث عهد، ولا ممكن نديها لناس مؤلفة قلوبهم ما مسلمين لكن نطمع في إسلامهم؟ وحتى الما مسلمين هل ممكن نديها لناس عشان نكف شرهم، لأنه لو ما أديناه ممكن يحاربونا وممكن يقاتلونا وممكن يتعاونوا علينا، ولا إلا يكون عشمانين في إسلامهم؟ دي كلها نقاش. ولاحظ السهم هنا واحد، مثلا عندك الخلاف في الغارمين، هل أي غارم ولا في سقف معين، وهل الغارم ده القروش ضيع سفها وكده، ده قول مثلا. عندك في سبيل الله، ده فيه نقاش طويل جدا، هل خاص بالجهاد، طبعا الجهاد ده مجمع عليه، هل في سبيل الله يدخل في ذلك الحج، هل في سبيل الله ليدخل في ذلك كل المرافق العامة، و
فدي الأشياء اللي بيكون فيها نقاش كده والله تعالى أعلم، لكن كلهم مجموعون على أن مصارف الزكاة توقيفية. الأطفال في المساجد قال بعض الناس بيقوموا بطرد الأطفال وتكريه الأطفال للمسجد، وده خطأ كبير جدا يا إخوان. الأطفال نحن نحببهم للمسجد، لكن نشعرهم أن المسجد مكان مقدس، المسجد مكان مقدس، والمعاملة في المسجد ليس كالمعاملة خارج المسجد، ولا بد من احترام المسجد وكذا وكذا وكذا. وإذا شعرنا أنه مثلا في أطفال مثلا أصلا خارجين عن السيطرة زي ما بقوله، ديل الأولى أنه أهلهم يمنعوهم على أساس أنه ما يشوشوا على الناس أو يشوشروا على الناس، لكن الناس ما يكرهوا الأطفال في المساجد. أختنا أم مسلمة بتسأل قالت عندها عصافير مربياها، هو طبعا تربية العصافير أو حبس العصافير ما فيها إشكال قال الفقهاء، واستدلوا بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام يا أبا عمير ما فعل النقير، كان عنده النقير بيلعب به طائرة صغيرة وماتت والولد حزن، لكن قالوا يعني أول حاجة طبعا يوفروا لها المأكل المناسب المشرب المناسب، يوفروا لها كذلك التكاثر يعني التزاوج برضو إن شاء الله تعالى، ويكون الوضع لها يعني ما فيه نوع من الضيق، وإن كان هو الحبس أصلا ضيق لكن برضو تجد المجال الذي تطير فيه داخل قفصها، فإن شاء الله تعالى ما فيه حاجة. أختنا أم محمد تسأل من قول الله تعالى يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، هذه المقابلة وجاءت في الرد على فعل المشركين، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وفي أيضا إشارة إلى أن هؤلاء الناس مكرهم مستمر، لذلك جاءت بالمضارع قارن بين هذه وبين قول الله تعالى عن المسيح عيسى عليه السلام قال ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، جاءت على الماضي. وهذه دائما تأتي يا إخواننا كما مر معنا مرارا، تأتي في المقابلة يعني ما بيوصف بها الله تعالى، لكن مثلا مكروا ومكر الله، يمكرون ويمكر الله، يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يخادعون الله وهو خادعهم، نسوا الله فنسيهم، إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، فتأتي دائما في المقابلة والعياذ بالله تعالى من غضب الله وسخط الله، يعني دائما بتجي في الوعيد. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ويتوب علينا ويعاملنا بما هو أهله سبحانه وتعالى. يسأل عن أختنا محمد تسأل عن إنسان شك في الصلاة، هل صلى ثلاثة أم أربعة واعتبر الثلاثة وصلى الرابعة، هل يوجب عليه سجود السهو؟ نعم، ومتى يكون سجود السهو؟ هنا يكون قبل السلام، يكون قبل السلام. ليه؟ طيب ما هي في احتمال زيادة، ما بقي احتمال يا تامة يا زايدة، ليه السجود؟ طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام نص صلى الله عليه وسلم قال وليسجد سجدتين قبل أن يسلم، أو يسجد سجدتين ثم يسلم، إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري واحدة صلى أم ثنتين فليجعلها واحدة، ثنتين أم ثلاث فليجعلها ثنتين، ثلاث أم أربع فليجعلها ثلاث كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن كانت ناقصة فهذا تمام صلاته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانت تامة كان ذلك إرغاما للشيطان نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسجد قبل السلام. طيب الـ يلا قاعدة المالكية ما عندهم الزيادة السجود بعد السلام، فناقشون في هذا الحديث بالذات فقالوا نحن نعتبر الشك في حد ذاته نقصان، يعني الواحد شك الصلاة دي الثلاثة والشك ذاته قالوا نحن نعتبره نقصان. أختنا أم عمر تسأل عن الأحرف السبعة في القرآن الكريم، هل هي القراءات السبعة ولا لا؟ والله يا أختي الخلاف في الأحرف السبعة وصل إلى عشرات الأقوال، والعلماء ناقشوه، يعني ناس الأصوليين قالوا ده الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والمطلق والمقيد والعام والخاص والنص المؤول، وجناس الفقهاء قالوا هذا فيه الأمر الأوامر والنواهي والحلال والحرام، والمهم ذكروا فيه أقوال كثيرة، والله الله أعلم، مع أنه بعض أهل العلم نصوا على أن أضعف الأقوال أن يقولوا هي القراءات السبع، لكن الله أعلم، وببحثي في هذه المادة بالذات اتضح لي والله تعالى أعلم أن القول بأن الأحرف السبعة هي
القراءات هذا صح الأقوال والله أعلم، حسب اطلاعي والله أعلم. يعني أنا حقيقة مسألة بحثتها ووقفت على أقوال كثير من العلماء فيها، لكن حتى عندما تجمع كثير من الأقوال المختلفة تجد في النهاية اختلاف قراءات أكثر. يعني ده موضوع طويل إن شاء الله تعالى، يعني يوم كده نأخذ بشيء من السعة بإذن الله تعالى في مائدة الرحمن إن شاء الله. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، متاع الغرور ذكروا فيها أقوال الأشياء السقط يعني الساقطة ما عندها قيمة وما عندها وزن، وضربوا لها أمثلة كثيرة يعني قالوا ده متاع الغرور. المهم هو الشيء ما عنده حاجة كده. هل ورد فضل في تفاضل الصور وهل بعض الصور؟ نعم ما ورد، ما ده بالنص طبعا، يعني ما عندنا طريقة نقول والله الصورة الفلانية، لا وإنما بالنص. يعني أخوانا كلنا حافظين أنه أعظم آية في القرآن آية الكرسي مثلا، ده تفضيل. أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة مثلا، حافظين أنه سورة البقرة أخذها بركة تركها حسرة لا تستطيعها البطلة، حافظين اقرأوا الزهراوين البقرة والعمران يأتياني كأنهما غمامتان غيايتان يظللان صاحبهما يوم القيامة، حافظين سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، الفلق والناس ما قرأ قارئ ولا تعوذ متعوذ ولا سأل سائل بمثليهما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ففي تفضيل نعم، لكن يكون وارد. يعني حقيقة بعض الوضاع وضع الحديث كما ذكر ناس المصطلح، يعني قالوا وضعوا كثير في تفضيل السور، ولما ضبطوا بذلك وسئلوا عن ذلك قالوا والله وجدنا هجر الناس للقرآن فأردنا أن نرد الناس إلى القرآن. وطبعا ده كلام يعني ما صحيح أو التصرف ما صحيح منهم، لكن القرآن كله كلام الله، لكن في تفضيل لصور وفي تفضيل لآيات زي ما حافظيننا كلنا يا إخواننا. أخونا محمد سليمان قال هو عنده حساب توفير في البنك وبعد ذاك مشي يصرف القروش، قال له والله جاتك أرباح. الحمد لله يا أخي الكريم، الأصل عندنا في بنوكنا أنها تتعامل بالشريعة الإسلامية، الحمد لله ده فضل من الله تعالى. ومثل هذه بيكون في غالبا توقيع على الربح والخسارة والغنم والغرم، فإذا كان هناك توقيع كذلك فإن شاء الله تعالى ما في إشكال في ذلك. وإن كان الأولى دائما نقول لناس البنوك العقد يا أخواننا يكون واضح، يعني ما ممكن أنت توقعني وأنا ما فاهم. يعني مرات عشان الناس يخافوا من كلمة الخسارة يقول لك على الغنم والغرم. طيب الغنم والغرم، غرم دي ذات الواحد ما فاهم شنو، غرم دي غرامة يعني والخسارة تحملها. لا نحن نقول بالواضح ونبين الناس الشيء الواضح وقعنا عليه، بعد ذاك ما في إشكال إن شاء الله تعالى. على كل حال إن عندك شكك في ذلك تصدق بها إن شاء الله، وأنا أقول لك أمشي راجع ناس البنك وقول لهم على أساس أنتوا خطيتوا لي هذه الأرباح وكده. طيب نحن كده نطلع علينا فاصل صغير ونرجع تاني إن شاء الله، أبقوا معنا بارك الله فيكم. أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم وزيد وبارك وانعم على سيدنا محمد عليه أفضل صلاة وأتم سلام. مرحبا مجددا الإخوة والأخوات، ونحن نستعين بالله جل جلاله سبحانه وتعالى في للمواصلة على الإجابة على الأسئلة. أخونا أبو مدين بيسأل بالنسبة للاختلاف يعني العلماء في الفتوى الإنسانية، ما أنت يا أخي بتبحث عن الدليل. وبالمناسبة يعني في بعض الناس عندهم هواية جمع الآراء، يعني جمع آراء العلماء بعد ذاك. لا لا أنت شوف الشيء، يعني إذا ذاك فتوى كده وأقنعتك أعمل بها إن شاء الله تعالى طالما أنت تثق فيه وفي علمه وفي دينه. وإذا بعد ذاك شكيت في مثلا ممكن تسأل واحد تاني عشان تطمئن ويطمئن قلبك، لكن طبعا الخلاف وارد. وزي ما شايفين في بعض الأقوال هسه قلنا الأحرف السبعة فيها أقوال كثيرة، قالوا أهل العلم. تاني مرة معانا شنو قبيل، مرت معانا الصلاة الإبراهيمية قلنا فيها أقوال كثيرة، مرة معانا الجنين إذا 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 مات بعد ما اكتمل الخلقة ونفخ الروح لكن خرج ميت يصلى عليه ما يصلى، قلنا خلاف بين مالك وبين الجمهور. يعني مرت معانا في مصارف الزكاة، فالخلاف وارد يعني، بس أهم حاجة
يكون عنده حق يعني معتبر يعني, وليس كل خلاف جاء ومعتبر إلا خلاف له حظ من النظر. قال الوالدة ربنا يديها صحة والعافية, قد يكون فيها شيء من القسوة أحيانا, من الغلظة أحيانا, يا أخي ده ما ابتلاء, بيكون امتحان. لكن مهما كان يعني هي الوالدة, مهما كان يعني في ناس واحد يشتكي لك من أبوه, وهو ذاك ما يشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام, قال لي يا رسول الله أبي يستأصل مالي. يعني هي مثلا السؤال ده سؤال شوية صعب على الرجل يعني. قال له والله يا رسول الله أنا زول تاجر يعني, وأنا بلملم قروش وعمل لي شوية راس مال وعمل دراسة كده عشان أشتغل يعني. يجي أبوي يشيل القروش دي من أساسه ومن أصله, كل مرة مدخلني يعني في خسارات. فقال عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك. ده الحديث الصحيح طبعا, قصة إنه قال الأبو قال شعر, وده ما صحيح. المهم تتحمل إن شاء الله, وأجرك كبير, إنت مش داير الأجر وداير الثواب, اتحمله, ودائما تعرف إنه ده امتحان واختبار, وأصله ما يدفعك الشيطان يعني. إنسان إخواننا مرات الوالد, مرات واحد يكون أصابه شيء من الخرف, بعد ذاك خرف وبقى على حاجة قاسية كده. مرات واحد من الأولاد شايف إنه أبوه ده بيعامله معاملة سيئة جدا, وبيعامل مع بقية أخوانه كويس أو أمه, ده كله والله ما مبرر يا إخواننا, بس تعرف إنه ده امتحان, ولو نجحت ربنا بيصلح حالك لأحسن الأحوال, وبيخلف لك خير في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى. قتنا إسراء قالت نسيت جلوس الوسط وتذكرت بعد مسافة, وطبعا معليش لكن هو الكلام شوية صعب يعني. مثلا أنا ممكن أنسى وأتذكر في الصلاة, وارد أتذكر بعد الصلاة مباشرة, وارد أتذكر بعد شوية كده ممكن, لكن أتذكر بعد 4-5 ساعات يعني, ما يمكن بعد 4-5 ساعات, يمكن كان أنا جلست لكن نسيت إني جلست يعني. فعلى كل حال يا أختي الكريمة, في هذه الحالة ما بكون عليك حاجة, والصلاة صحيحة والله أعلم. السؤال عن الأنبياء, تجسيد الأنبياء, والله يا إخواننا ما ينبغي ولا يليق ولا والله يعني الواحد يحترم الناس. في طبعا فتاوى طلعت من بعض العلماء الجلاء وجوزوا هذه المسألة, لكن أنا أديك تاريخ أو زي ما بقولوا فزلكة تاريخية للمسألة دي. كان عرضت المسألة بدري قديما في بداية السبعينات, أظن سنة 71, كان سؤال قدم لدار الفتية المصرية على إنه هل يجوز للناس عشان يمثلوا في التمثيليات أو التمثيليات أو المسلسلات الدينية أو الأفلام الدينية مثلا يجسدوا صورة الأنبياء وكده, وصدرت الفتوى إنه لا يجوز ولا يليق بمقام الأنبياء صلوات الله سلامه عليهم أجمعين. إخوان الأنبياء ديل, الأنبياء ديل 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 درجة, درجة عند الله تعالى, درجة عند الله عز وجل يعني. سبحان الله يا أخي, ديل اختيار يا أخي. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس, الله أعلم حيث يجعل رسالته. الأنبياء ديل شأنهم براهم عظيم 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 عند الله, صفوة صفوة مختارة عند الله تعالى. فصدرت الفتوى من البداية السبعينات القرن الماضي كويس, والأمر مش على ذلك, حتى الفتوى فيها انه لا يجوز تجسيد عظماء الصحابه يعني زي الخلفاء الراشدين والصحابه الائمه الاعلام من الصحابه, ولا يجوز اصلا تمثيل وتجسيد الانبياء والمرسلين عليهم الصلاه والسلام. واخذ بها العالم الاسلامي كله, ومشي الناس على كده والحمد لله ماشيين. وبقت في المسلسلات الدينيه مع ما فيها, وفي الأفلام الدينية مع ما فيها. المهم ومشوا على هذه الفتوى ملتزمين بذلك, لحد ما جو الشيعة الرافضة وجسدوا نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام, وجابوا واحد قالوا ده نبي الله يوسف عليه السلام. هو يوسف عليه السلام منو اللي بيشبهه أصلا يا أخي؟ منو اللي بيشبه يوسف عليه السلام عشان يجي واحد عربيت ساي يقول ده ممثل ده يوسف عليه السلام؟ نبي الله يوسف أوتي شطر الحسن يا أخي, الحسن ده كله كوم نص ليوسف عليه السلام, ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فيجي واحد يقول لك ده يوسف عليه السلام. يلا بعد ده للأسف نحن بدل ما نحارب المسألة الناس تابعوه, وجاء مسلسل عمر بن الخطاب وطلعت فيه بعض الفتاوى من الناس والباب اتفتح. يا أخي دي مسألة يعني ما بتليق ولا ينبغي
والناس يعني يا أخي يا أخي تورعا ساي كده يا أخي تأدبا ساي احترام تجلة تجلة لهؤلاء الأنبياء. يعني تمام كده يجيب لي واحد يمثل لي صحابي من عمر ولا أبو بكر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم أجمعين وبعد شو أجي ألقى بيمثل كده ولا ألقى في نفسه ذاته ما يعني مسألة صعبة شوية والله ولا نبي من الأنبياء يعني أشياء زي دي يا ريت الناس يراجعوها والله. أخونا هاشم صالح محمد أحمد من القضارف قال الزوجة ذهبت إلى بيت أهلها وسافرت من ولاية إلى ولاية مجاورة ورفضت العودة وهو بعد ذاك طلبت الورق والطلاق وهو رفض. والله يا أخي الكريم شوف أول حاجة الزوجة دي ناشز وتتقي الله نحن نقول لها اتقي الله ونقول هل الناس ديل اتقوا الله يعني ما يمردوا المرأة على زوجها ومن خبب امرأة على زوجها الدعاء قولها الدعاء قولها ارشدوها ارشدوها ردوها الى الله ردوها الى الله تعالى وروها وروها الزوج جنتك او نارك. يعني غير مثلا تضيع الاطفال واللعب بمدارسهم مرة تقرى البيت ومرة ما يعني اشياء زي دي اخواننا سبحان الله شيطان ينفخ فيها مع انه سبحان الله الناس يا اخي ابعثوا حكما زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهلي وحكما من اهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. أختنا فاطمة موسى تسأل عن الثلث الأخير من الليل. يا أختي الكريمة الليل نحن نقسمه لثلاثة أقسام يعني شوف المغرب بيدخل الساعة كم مثلا عندنا الصبح مثلا اليومين دي حوالي الساعة 5:05 تقريبا أو 5:07 في الحدود دي يعني أو 4:05 مثلا والمغرب بيدخل حوالي الساعة 6:00 أو شوية يعني يلا عندنا من 6 لحد 4 مثلا كم ساعة 10 ساعات 10 ساعات نقسمها على 3 تجينا مثلا 3:30 مثلا 3:30 يلا أرجعي من 4 ل3:30 لفوق يعني حنقول 3:21 ساعة واحدة قبال واحدة واحدة إلا 3 مثلا دخلنا في الثلث الأخير من الليل وأفضل الصلاة بعد المكتوبة. التسبيح بالسبحة امرأة عندها عذر شرعي يعني العادة الحائض يعني الحائض والنفساء أي تسبح بيدينا السابح بها السبحة بل تقرأ القرآن على الصحيح لكن ما من المصحف الحائض يا إخواننا على الصحيح وهذا مذهب مالك رحمه الله تعالى وهو الصحيح إن شاء الله تعالى مذهب مالك رحمه الله تعالى واختيار الشوكاني واختيار القنوجي صديق حسن خان واختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الحائض لها أن تقرأ القرآن لكن ما تمس المصحف فتسبح به. حتى الناس اللي قالوا ما تقرأ القرآن مثلا زي الأئمة الثلاثة قالوا تستعمل البديل. ما هو البديل؟ التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار والحوقل والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام والدعاء والأغاني والموسيقى محرم في الشريعة الإسلامية كما بين رسول الله عليه الصلاة والسلام ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحيرة والحرير والخمر والمعازف. نحن والله وصلنا نهاية هذه الحلقة أيها الأخوة والأخوات شاكرين لكم جزيل الشكر للاختيار لقناتكم قناة طيبة ولإذاعتكم إذاعة طيبة وإن شاء الله تعالى يتجدد اللقاء. تحية خاصة جدا من الفريق العامل في القناة وفي الإذاعة ودارين دعوات والله دارين منكم دعوات صالحات فاشركون في الدعوات وتقبلوا تحاياهم مقرونة بتحاياي ونسأل الله يبلغنا رمضان ويجعلنا من الفائزين في برضوانه والعتق من نيرانه إن شاء الله يتجدد اللقاء بإذن الله. إلى ذلك والحين استودعكم الله صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا عندي سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم السؤال الأول لما أدخل أصلي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.